الخطوة الأولى لسواريش مع الأهلي ناجحة، فوز على بتروجيت ووصول لنهائي كبير مع الزمالك. الأهلي كسب النهارده بتروجيت في أول مباراة لريكاردو سواريش، فوز مهم كبداية، لكن الأداء لسه محتاج منه شغل كتير، محتاج تطوير كبير على المستوى الفردي للاعبين قبل الأداء الجماعي. عموما كأس مصر الموسم اللي فات ضمن لنا نهائي كبير بين الأهلي والزمالك، وبالتبعية ضمن لنا سوبر يجمع كبيري الكرة المصرية.